شير كانت ليلة الذكر تعتلي في جوفها أصوات تهليل ذا يخر للإله راكعا هذا قاعد قد رتل القرآن ترتيل وسط خيمات بأرض الطف قد كانت الجمان قد لمعت في شكل إكليل خير أهل الأرض هم كانوا ما ثناهم عن حسين قال أوقيل ما ثناهم عن حسين قال همهم دين النبي إن أتت بالكرب همهم دين النبي إن أتيت بالكرب والبلايا كربلا يفدوه بالروح ينصرون المصطفى فاطمون والمرتضى نوقشت أسماءهم بالمسك في اللوح نوقشت أسماءهم بالمسك في اللوح هم نجوم الأرض في ذاك الزمان هم ليوث الغاب في تلك القفار عابس حر حبيب وزهير وبرير معهم ما أولى الغفار بينما ابن هلال إن كان يمشي سامع الحاورة توصي باختباري فمضى نحو حبيبي قال هيا يا صحابي إنها بنت الهدى أم الخمار إنها بنت الهدى ذهب الشيخ حبيب مع أنصار الغريب ذهب الشيخ حبيب مع أنصار الغريب وبباب نحن يا بنت الكرام نفتدي خير إمام إننا لن نترك الطاغي به يخلو ذهب الشيخ حبيب مع أنصار الغريب
وبباب خيمة الحوراء قد حلوا. نحن يا بنت الكرام نفتدي خير إمام، إننا لن نترك الطاغي به يخلو، إننا لن حبيب شيبة الله التي في صاغت موقفا، حبيب لآل البيت دم في الزمان أوقفا، حبيب إنه في عاشر أركان العساكر مذ بدا في ظهر عاشر، لكن انها قالت عليه ضربات من بواتر، ضربات من بواتر. تأمل يا مولاي حسين سمع الصوت وقد ناداه أدركني حسين، راح يمضي مسرعا الدمع فوق الوجنتين، حسين قد رأى سدى في حجره رأس حبيب باليدين، بينما كان يتمتم إذ رأت عيناه مسلم، إنني أوصيك خيرا بحسين إن هذا فعلا، بحسين فعلا وخف نوحي وفاضت روحي، وخف نوحي وفاضت روحي، وسالت أدمعا من سيد الشبان، بكته الأرض بكاه الفرض، بكاه الشرع والفقه مع القرآن، خذوه قدوة خذوه صحوة، يا شيعة آل البيت في الأزمان، حبيب درس حبيب شمس تنير دربك المظلم بالعرفان، تنير دربك بالعرفان.